عمركم ما قلتش لي انا كنتي تحلم تجيو شي خطه ديال الهيشه بروفيسور خالد فلوس بحال هذاك. عاودتي دابا قلت لك والو، قلت لك اختك بنت الناس مراه وقالها المصطلحات ديال المعقول هكا كل واحد وصل لي بها في المك جي راسك في نص ساعه وريني. زيد كل حاجه، زيد كل حاجه وديرها في بالك، راه ما كاينش شي واحد جديد راه سيدي بوش يطيح معاها وما قالهاش فيها زوينه اختك. شتي بحال هاد المناسبات هما اللي كيحركوا الشأن الثقافي في اي مدينه، لان كنعرفوا هاد المدن خصوصا غير المدن الكبار كالرباط طنجه ولا فاس ومراكش وكذا هما اللي كيعرفوا واحد الحركيه ثقافيه. مي هاد المدن واخا نورمالمون جديده حرام على ان عند هاد المسرح هذا وعند هاد الجمهور الكبير، لان من خلال العروض اللي ديجا هذه سنين وانا كنعرض في هاد المسرح هذا وكل سنه كنتفاجئ بالكم الهائل الجمهور اللي كيجيو، جمهور صحي تبارك الله عليه اللي كيفهم المسرحيه وكيتفاعل معها، وجمهور اللي كيحب الفنان وكيبقى يتسناك حتى لاخر لحظه وكيتصور معاك. هاد المهرجانات هو اولا حنا كنتلاقاو معاهم وكنتوحشهم وكنعطيهم جديد، هما كيشوفوا الفنانين ديالهم قرابين ليهم وكيشوفوا الجديد ديالهم، اذا هاد المهرجانات فهي صحيه لاي مدينه. بصح الانسان اللي جاي يضحك واحد ساعه ونص كيتفرج في واحد المسرحيه اكيد كينسى مشاكله وكينسى همومه، كيف ما حنا كنساو كفنانه مشاكلنا وهمنا من كنتلاقى معاهم وكنكونوا على خشبه المسرح. اكيد هاد التلاقي اكيد الانسان لا يضحك، الحياه ما تستاهلش ماشي بالضروره، بصح لكل مشاكله ولكل همومه، ولكن انسان الواحد ياخذها ببساطه لان الحياه ما تستاهلش الواحد يعيش مغموم ومهموم، هذا لان الحياه دايزه ما كاينلاش. عائله محترمه جدا جدا جدا، سمحوا لي نسولكم بعد تقصير في ديال الصواب، واش هذه هي الدار ديال الاخت المنصوره؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.